مشتركي سبورانيت. اليوم ان شاء الله باش نحكي لكم على القسمه الاقليديه، باش نحاول نخدم لكم بعض التمارينات. قبل ما نتعدوا نخدموا تماريناتنا، باش نخدم لكم تطبيق صغير باش نفهموا به مفهوم القسمه الاقليديه. عندي 7400 ثانيه باش نحولها للساعات وللثواني. شنو نعمل باش نحول من الثواني للساعات؟ نقسمها 3600، اذا هذه 7430 باش نقسمها على 3600 باش نشوف النتيجة قداش. باهي، شنو باش نحط لهنا؟ باش نحط 2، عندي 2 ضرب 0 0، 2 ضرب 0 0، 2 ضرب 6 12، نكتب 2 ونحتفظ بواحد، 2 ضرب 3 6، 6 مع 1 7، 7200، نعمل لنا عملية إلا 0 3 2 0. شو معناها هنا؟ معناتها 7430 شبه فيها 2 ساعات والباقي هذوما 230، شنو 230 ثانية، فيها 2 ساعات و 230 ثانية. تفهمنا؟ شنو نجم نكتبها 7430؟ نجم نكتب 7430 يساوي 2 ضرب 3600 مع 230. عندي ملاحظة أخرى، شنو نلاحظ؟ 230 هذه هي الباقي شبه، هي أصغر من 3600، 230 أصغر من 3600. باهي، في القسمة الأقليدية شنو عندي؟ عندي بعض التعاريف، عندي حاجة اسمها مقسوم، عندي حاجة اسمها قاسم، خارج القسمة وباقي. تفهمنا؟ باهي، شو معناتها مقسوم؟ شو معناتها خارج القسمة؟ شو معناتها القاسم؟ شو معناتها الباقي؟ عندي أ قاسم ب باش تعطيني سي، ولهنا عندي إير، هاكا ولا باش نعرفهم هذوما. الإير هي تتسمى الباقي، باقي القسمة الأقليدية هو الباقي، قداش فضل لي كي قسمت. السي هذا يتسمى خارج القسمة، البي يتسمى القاسم، والآي يتسمى المقسوم. فهمنا؟ هذا هو في القسمة الأقليدية، هذوما هما تسميات في القسمة الأقليدية. باهي، فما ملاحظة، في القسمة الأقليدية الباقي نتاعي هذا ديما يكون أصغر من المقسوم، الآير ديما تكون أصغر من الآ. فهمنا؟ باهي، كيفاش نكتبها؟ شنو العلاقة بيناتهم هذوما الأربعة عبارات في القسمة الأقليدية؟ أ يساوي بي ضرب سي مع آير. شو معناتها؟ أ هي بي ضرب سي مع آير، معناتها البي كم يساوي؟ يعني نجم نخرج البي، البي هي أ إلا آير قاسم سي، باش نخدمو بيهم هذوما التمارينات نتاعنا. بي بي يساوي أ إلا آير قاسم سي، كيفاش عملتها هنا؟ حاجتي نخرج البي، شنو نجي نعمل؟ نجي نخلي البي وحدها، نخلي البي لهنا ونحي من بعدها هذوما الكل. بي عندي لنا مع آير، نجيبها من الناحية الأخرى تولي أ إلا آير. هاي باش نخدم لكم شوي بشوي، نخدم لكم نحط لكم العملية نتاعنا. عفوا، عندي أ يساوي بي ضارب سي مع اير، باش نحي الاير من الناحيه هذه شنو نعمل؟ نحط من هنا الا اير. اذا كان حطيت منا الا اير باش المعادله تكون عندها باقي عندها نفس المعنى، يلزمني نحط منا الا اير، هكا ولا لا؟ وضيفوا نفس العدد ولا اطرحوا نفس العدد من كلا الطرفين. اير الا اير شنو باش تولي؟ باش تولي صفر. باش تبقى لي؟ باش تبقى لي ا الا اير يساوي بي ضارب سي. باش نحي ضارب سي هذه شنو نعمل لها؟ سي يلزمني نقسم الكل على سي، خاطر سي على سي تعطيني واحد، لان قسمت على سي لان يلزمني نقسم على سي. فهمنا؟ باش تبقى لي هنا نجم نختزل بالسي، هذه باش نشوفو في درس الكسور. باش تعطيني بي يساوي ا الا ار قاسم سي. فهمنا؟ خرجت بي هي ا الا ار قاسم سي. شو معناتها هنا؟ معناتها السي كم يساوي سي؟ يساوي يساوي ا الا ار قاسم بي، هكا ولا؟ والار يساوي ا الا بي ضارب سي. هذو نشدوهم بالكذا خاطر باش نخدم بهم تمارين. باهي، هذايا هي العلاقه في القسمه الاقليديه. باش نصلح لكم تمرين من كتاب المدرسه باش نبدا به، ومن بعد نعطيكم سلسله من التمارينات. باش نصلحوا تمرين 3 صفحه 44، هو تمرين باش نفهموا به مفهوم القسمه الاقليديه. شنو فيه نص التمرين؟ أذكر معللا جوابك الكتابة التي تمثل قسمة أقليدية للعدد 131 على 12. شو معناتها باش يقسم 131 على 12؟ أعطيني زوج مقترحات. المقترح الأول 131 يساوي 12 ضرب 10 مع 11. المقترح الثاني أعطيني 131 يساوي 12 ضرب 9 مع 23. شنو نلاحظ هنا؟ لهنا عندي ملاحظة مهمة، لهنا عندي الباقي بتاعي 11 ولهنا عندي الباقي 23، وهو يحب 131 على 12، معناتها باش يقسم 131 على 12، إذا هذا هو القاسم نتاعو. تفهمنا؟ باهي، الباقي شنو نلاحظ أنا؟ لأن 23 شبه أكبر من 12، إذا هذه ماهيش قسمة أقليدية.
هذه هي القسمة الأقليدية. إذن العملية الصحيحة نتاعي هي العملية الأولى. باهي، هما راهم زوز عمليات باش يعطوني 131. كي نعمل هنا العملية الأولى 12 ضرب 10 باش تعطيني 120، 120 باش نضيف لها 11 باش تعطيني 131، صحيح ولا؟ ولهنا كيف كيف العملية الثانية 12 ضرب 9 باش تعطيني 12 ضرب 9، 9 في 2 18، 9 10 102 مع 23، 102 مع 23 شنو باش تعطيني؟ باش تعطيني 131. صحيح تحصلت على 131 في كلا الطرفين، ولكن عندي ملاحظة لهنا الباقي 23 ماهوش الباقي أكبر من 12، خاطر كي نقسم 131 على 12 يلزم الباقي يكون أصغر من 12، فهمنا؟ إذا اللي تمثل قسمة إقليدية هي العبارة الأولى 131 يساوي 12 ضرب 10 مع 11. هذا السؤال الأولاني. السؤال الثاني لنا 102 يساوي 6 ضرب 15 مع 12، هل تمثل هذه الكتابة قسمة إقليدية؟ على جوابك نكتبوها الكتابة نتاعنا. 102 يساوي 6 ضرب 15 مع 12، هل هذه تمثل قسمة إقليدية؟ نعم أم لا؟ به. قبل كل شيء، هل إنه شنو القاسم نتاعي وشنو خارج القسمة؟ هنا عندي الباقي 12، إذا ينجم يكون هذا القاسم؟ لا، القاسم مش يكون 15، فهمنا؟ خاطر كان جاي القاسم 6 يلزم الباقي يكون أصغر من 6. نعمل العملية نتاعي باش نزيد نتأكد من القسمة نتاعي. شنو باش نعمل هنا؟ باش نعمل 102 قاسم 15. باهي، كي نحط 6 شنو باش تعطيني؟ 6 ضرب 5 30، 6 9، 6 ضرب 1 6 مع 3 9، هنا 2، 10 إلا 9 1 نهبط الواحد، إذا الباقي 12، فهمنا؟ إذا هذه تمثل قسمة إقليدية ل 102 على 15، هي قسمة إقليدية نكتبها، هي قسمة إقليدية ل 102 على 15. مش على 6، فأنا ل 102 على 15، على خاطر 102 على 6 ما تعطينيش العبارة هذه. تعال نصلحكم التمارينات نتاعنا، نبدأ بالتمرين رقم 1. شنو في التمرين رقم 1؟ أوجد العدد الناقص في كل مرة، كل مرة عطيني قسمة إقليدية وناقص عدد ويحبني نكمل. باش نرجع نفكركم بالعمليات نتاع أول الفيديو، شنو عندي في أول الفيديو؟ عندي أ يساوي ب ضرب س مع إر، ب يساوي أ إلا إر قاسم س، س يساوي أ إلا إر قاسم ب، إر يساوي أ إلا ب ضرب س. باهي، هذوما هما اللي باش نخدمو بيهم توا التمرين نتاعنا. هنا شنو المجهول؟ المجهول هو الا هكا ولا؟ اذا المجهول نتاعي شنو باش يجيني هنا؟ باش يجيني 32 ضرب 27 هكا ولا؟ مع 3. باهي، اذا نعمل العمليه 32 ضرب 27 مع 3 تلقى المجهول نتاعي اللي هو ا. باش نعطيكم العبارات وانتم تعملوا العمليه وحدكم. هنا شنو باش نطلع؟ باش نطلع البي، البي شنو باش يجيني هنا؟ البي هي ا الا ار قاسم سي. شنو معناتها ا الا ار قاسم سي؟ معناتها هي 970 إلا 10 قاسم 32 هكا ولا؟ هنا باش نلوج على السي اللي سميتها السي، معناتها هي 1209 إلا 5 قاسم 14. لهنا باش نلوج على الباقي، الباقي هو شنو؟ 543 إلا 19 ضارب 28. لهنا نعطيكم في العملية وانتم تنجزوها، ترجعوا الفيديو في تاع العمليات على الاعداد الصحيحه الطبيعيه وباش يعاونكم في الخدمه وتخدموا عمليات بسيطه عاديه، فهمنا؟ نخدم اللي بعدها. اللي شنو باش تعطيني هنا؟ المجهول نتاعي هو 27 ضرب 39 مع 6. هنا شنو باش يعطيني؟ هو 729 الا 15 قاسم 17. لهنا 965 إلا 13 قاسم 28، لهنا 434 إلا 19 ضرب 22. باهي، العدد اللي بعدها لهنا هي 20 ضرب 40 مع 1، لهنا هي 494 إلا 11 قاسم 21، لهنا شنو باش تعطيني؟ 475 إلا 15 قاسم 20، لهنا 708 إلا 37 ضارب 19. باهي، العدد اللي بعدها كيف كيف. إذا لهنا شنو المجهول نتاعي؟ هو شنو هو؟ 27 ضارب 21 مع 4، لهنا هو 924 إلا 24 اللي هو الباقي قاسم 36، لهنا 1142 إلا 22 قاسم 32، لهنا 828
إلا 33 ضرب 25. باهي تعدى نكمل العملية اللي بعدهم. لهنا شنو باش تعطيني المجهول كيفاش باش نلوج عليه؟ هو 36 ضرب 25 مع 27. لهنا هي 824 إلا 12 قاسم 58. ننجز العملية وديما نلقى المجهول اللي في النقطة. لهنا 534 إلا 24 قاسم 30. لهنا 1147 إلا 22 ضرب 47. اللي بعده شو باش يعطيني؟ لهنا باش يعطيني 32 ضرب 34 إلا 23 هكا ولا مع عفوا 23 مع الباقي. لهنا 638 إلا 8 قاسم 42. لهنا 921 إلا 9 قاسم 19. ولهنا 407 إلا 18 ضرب 22. باهي إذا نعطيتكم العمليات تعملوا العملية متاعكم ضرب الأولوية بتبيع على الضرب نعملوا علامة إلا وبعد نخدم فهمنا تو نلقوا النتيجة متاعك. باهي باش نخدم لكم المثال الأول والمثال الثاني. نرجع للأمثلة متاعي باش نخدم المثال الأول اللي هو 32 ضرب 27 مع 3. اثنين وثلاثين ضارب سبعة وعشرين مش تعطيني سبعة ضارب اثنين أربعة عشر، واحدة وعشرين مع واحد اثنين وعشرين، اثنين في اثنين أربعة، اثنين في ثلاثة ستة. باهي من هنا أربعة ستة، ستة واثنين ثمانية، أربعة مية ثمانية مية وأربعة وستين، ثمانية مية وأربعة وستين مش نضيف لها ثلاثة مع ثلاثة تعطيني سبعة ستة ثمانية. إذا المجهول متاعي هنا هو ثمانية مية سبعة وستين اللي لوج عليه هذي هو ثمانية مية سبعة وستين. فهمنا؟ نخدموا اللي بعدها تسعة مية وسبعين. تسعة مية وسبعين إلا عشرة شنو مش تعطيني؟ تسعة مية وستين. تسعة مية وستين قاسم اثنين وثلاثين نجي نخدمها هنا. تسعة مية وستين قاسم اثنين وثلاثين شنو باش تعطيني النتيجة نتاعي؟ تسعة مية وستين قاسم اثنين وثلاثين نعم ستة وتسعين قاسم 32 نحط 3 3 في 2 6 3 في 3 9 عندي 0 0 ونهبط الصفر شنو باش تعطيني 0 على 32 0. اذا النتيجه هي 30 هنا هي 30 معناتها 970 كي نقسمها على 30 تجيني 32 والباقي 10. باهي خاطر 30 ضرب 32 باش تعطيني 970 960 960 مع 10 باش تعطيني 970. العملية الكل اللي بعدها تكملون بنفس الطريقة. تعاد نصلحكم التمرين الموالي. شنو فيه التمرين الموالي؟ أعطيني زوز أمثلة ويحبني نرجس عن الموالي نتاعهم. المثال الأولاني أعطيني 665 قاسم 7 النتيجة هي 95 والباقي 0 شو معناتها؟ معناتها 95 ضارب 7 يساوي 665. لهنا 229 قاسم 6 النتيجة 38 والباقي 1 معناتها 38 ضرب 6 مع 1 يساوي 229. باش نحاول نخدم اللي بعدها 204 قاسم 4 51 والباقي 0 شو معناتها؟ معناتها 51 ضرب 4 يساوي 204. باهي العملية اللي بعدها 659 قاسم 8 تعطيني 82 والباقي 3 شنو معناتها هنا؟ معناتها 82 ضرب 8 مع 3 هكا ولا خاطر عندي باقي لهنا 3 يساوي 659 يساوي 659. باهي نخدم اللي بعدها 689 قاسم 19 تعطيني 36 والباقي 5 شو معناتها؟ معناتها 36 ضرب 19 مع 5 يساوي 689. فهمنا؟ اللي بعدها 2091 قاسم 17 تعطيني 123 والباقي 0 شو معناتها هنا؟ معناتها 123 ضارب 17 مع الصفر من غير ما نحطه يساوي 2091. العملية الموالية 2093 قاسم 23 تعطيني 91 والباقي 0 معناتها 91 ضارب 23 يساوي 2093. العملية اللي بعدها 470 قاسم 11 تعطيني 42 والباقي 8 معناتها 42 ضارب 11 مع 8 يساوي 470. باهي هذا هو التمرين نتاعنا. نتعدى للتمرين الاخراني شنو نحب نشوف اسكو عندها نشوف هل انه العمليه هذو صحيحه ولا خاطئه ونصلح الخطا نتاعي اذا كان فما خطا بالطبيعه. العمليه الاولانية شنو عطيني فيها؟ عطيني 741 قاسم 5 النتيجه 148 والباقي 1 اذا يلزمني نتاكد من العمليه نتاعي. 741 قاسم 5 هي 148 والباقي 1. باهي شنو باش نجي نعمل هنا؟ باش نجي نعمل 148
ضارب 5 مع 1، هل انه باش تجيني النتيجه 741؟ نجي نخدم لهنا 148 ضارب 5، 8 في 5 40، 5 في 4 20 مع 4 24، 5 في 1 5 6 7 مع 1 شنو باش تجيني 741. اذا هل انه العمليه نتاعي ولا صحيحه ام خاطئه؟ العمليه نتاعي صحيحه، اذا نجي لهنا نحط صحيحه، هذه صحيح، فهمنا. العمليه اللي بعدها 865 قاسم 12 تعطيني 72 والباقي 2، نجي نثبت منها هل هي صحيحه ام خاطئه. 865 قاسم 12 تعطيني 72 والباقي 2، كيف كيف نجي نتاكد هل انه 72 ضرب 12 مع 2 تساوي 568. نجي نعمل العمليه نتاعي، 72 ضرب 12، 2 في 2 4، 2 في 7 14، حط لنا نقطة، 1 في 2 2، 1 في 7 7، شو باش تعطيني هنا؟ 4 6 8، 864، 864 مع 2، شنو باش تكون 864 مع 2؟ 866، وهو النتيجة هو شنو عنده؟ 865، إذا صحيحة ولا خاطئة؟ خاطئة، لهنا عندي خطأ. باهي، شنو نصلح لهنا؟ أصلح الخطأ. نحن النتيجة نتاعنا هي 864، كي نزيدها 2 تولي 866، ونحن شنو حاجتنا هنا؟ حاجتنا 865، إذا الباقي شنو باش يكون لهنا؟ باش يكون 1 مش 2، فهمنا؟ إذا الخطأ فين لهنا؟ الخطأ في الباقي، الباقي مش 2 هو 1، باقي القسمة نتاعي هو 1، إذا 2 هذه هي اللي نبدلها ب 1، باهي؟ تعد العملية الموالية، 1864 قاسم 13 تعطيني 143 والباقي 5، نتأكد منها لأنه صحيحة أم خاطئة. العملية نتاعي 1864 قاسم 13، النتيجة هي 143 والباقي 5، نجي ننجز العملية نتاعي، 143 ضارب 13 مع 5، هل أنه تجيني 1864؟ نعم أم لا؟ نجي لهنا 143 ضارب 13، 3 في 3 9، 3 في 4 12، نكتب 2 ونحتفظ ب 1، 3 في 1 3 مع 1 4، نقطة لهنا، 1 في 3 3، 1 في 4 4، 1 في 1 1، نعمل عملية جمع، لنا تعطيني 6 9 8 1 مع 5، النتيجة اللي لقيت هذه باش نزيدها 5، شنو باش تعطيني؟ 9 مع 5 14، نكتب 4 ونحتفظ ب 1، 5 6 8 1، إذا النتيجة هي 1864، هو شنو عطيني؟ 1864، إذا هل إنه العملية نتاعي صحيحة أم خاطئة؟ صحيحة، فهمنا؟ لهنا عندي عمليتي صحيحة. نتحقق بالعملية الأخرى، 2917 قاسم 19 تعطيني 152 والباقي 10، هل إنه صحيحة ولا لا؟ بالطبيعة يلزمني نثبت منها. العملية اللي عطيها لي 2917 قاسم 19، النتيجة 152 والباقي 10، نجي ننجز العملية، 152 ضارب 19 مع 10، شنو باش تعطيني لهنا؟ 159 ضارب 19، 9 في 9 81، نكتب 1 ونحط 8، 9 في 5 45 مع 8 تعطيني 53، نكتب 3 ونحتفظ ب 5، 9 في 5 9، 9 في 1 9 مع 5 14، لهنا 9 5 1، شو باش تعطيني هنا؟ 1 12 10 3، 3021 مع 10 تعطيني 3031، باهي هو شنو عطيني لهنا؟ عطيني 2017، عطيني لهنا 2017، هل إنه صحيحة أم غلطة؟ لهنا خطأ، يلزمني نصلح الخطأ نتاعي، فين موجود الخطأ؟ هل هو موجود في الباقي؟ مش باش يكون موجود في الباقي، على خاطر كي نعمل 159 ضرب 19 نلقى 3021، شبيه 3021 هذا؟ أكبر من 2917، إذا الخطأ نتاعي فين موجود؟ موجود في المقسوم، المقسوم هو 3030، إذا نجم تقول المقسوم هو 3000، نجم نصلح المقسوم، كيما نجم نصلح هو 152 هي الخطأ، فهمنا؟ باهي، إذا الخطأ نتاعي هو 2917 تساوي 3031، يعني عندي 3031، فهمنا؟ بالفيديو هذه نكون صلحت لكم بعض التمارينات على القسمة التقليدية، تابعوني على سابورانيت إن شاء الله باش نكمل لكم الدرس هذايا، وباش نتعدى نختم لكم الدرس الموالي اللي هو التوازي والتعامد في الهندسة بطبيعة، وإذا كان